كنت بتكلم فيها بعد اذنكم. انا كنت بقول ايه اف الداتابيز، لو هو اليوزر مدخل لي واحد يبقى انا هظبط نفسي على داتابيز انجن اللي هي ماي سيكوال. اولا انا مش متذكر للاسف الترتيب، بس احنا المفروض نبقى متذكرينه. يعني احنا نشوف احنا متذكرين ماي سيكوال واحد وبوست جي بي ثلاثه. احنا ما قلنالوش كده، احنا قلنا له لو رجعنا كده للي احنا قايلينه له يا دكتور التسجيله اثنين ماي سيكوال، احنا محددين واحد بوست جي بي اثنين ماي سيكوال، يبقى احنا بنمشي زي ما احنا قايلين له واحد بوست جي بي خلاص لعبناها ال سيف. لو هو مدخل اثنين في الحاله دي هقول له الداتابيز انجن بتاعنا هتبقى ماي سيكول. طبعا تقدر تقول له بقى الباقي زي ما انت عايز يعني، بس انا بس ايه ثبتها على السريع كده عشان اقدر اعمل ده. طبعا الفانكشن دي اللي هي سيرفر سبيسيفيكيشنز ديت ممكن نحطها من ضمن الاختيارات لو هو عايز يخش يعني في المنيو بتاعتنا. ممكن هنقول له 1 2 3 5 6 6، ممكن اقول له 7 كمان يبقى اكسس السيرفر يعني تشينج للسيرفر تشينج في الحاله دي. احنا بنعمل هنا نقول له 1 يعمل كذا، 2 يعمل كذا، 3 يعمل كذا، 4 يعمل كذا، لازم اقول له كمان 7 هيعمل ايه؟ هينادي على فانكشن اسمها سيرفر سبيسيفيكيشن ويران السيلكشن. كده ظبطت له ان هو لو عايز يغير السيرفر في اي وقت ويكمل شغل هيقدر يكمل شغل. يعني لو احنا بسم الله وعملنا رن احنا كده احنا عارفين ان باي ديفولت على بوست جرين، احنا باي ديفولت على بوست جرين تمام. طبعا ممكن نغير التايتل ده كمان بس احنا ما دققناش. بس انا اقول له ايه؟ مثلا لو انا عايز دلوقتي فايند رقم 5 فايند ليست ده جاب لي شخص واحد اللي هو احمد من تيستر ده عشان بوست جرين، هو ايه طبيعي لي هنا الداتا بيس انجن زي ما احنا طبيعي توتال. انا هظبط ان انا هنرجع على 7 اللي هي تشينج السيرفر سبيسيفيكيشن، قال لي انتر الداتا بيس انجن. انا حتى استاف الكوست مش مشكله، لكن واحد بوست جي بي اثنين ماي سيكول، قلت له انا عايز اشتغل على اثنين اللي هي الماي سيكول. قال لي الهوست نيم، قلت له لوكال هوست. ودي ممكن اعملها بريميشن بقى واعمل شغل جميل بقى، بس يلا ما عليك. الداتا بيس اسمها ايه؟ قلت له والله انا ما عارف، بس هي مش عارف ايه حتى احنا كنا حاطينها فين يعني. حاطين هنا داتا بيس كان اسمها باي دي باي دي بي، مثلا باي دي بي اليوزر نيم قلت له روت الباسورد، قلت له مفيش باسورد خلاص غيرنا عملنا كده. تعالى بقى لما ايه نعمل فايند نجيب الليست الاي ليست اللي رقم 5 شغال على البوست جري غلط. تعالى نرجع نشوف احنا ايه اللي خلطناه هنا. احنا بعد ما خدنا كل الحاجات دي قلنا اكليز اللي هي الاصل اللي كان موجود بره. دي غلطه عندنا احنا عملناها، مين اللي قالها لي؟ غلطه بسيطه. حاجة بسيطة جدا بس هي يعني هي أساس في شغل البايثون. لما بنيجي بنأكسس variable من النوع اللي هو general زي ما احنا بنسميه أو بنسميه public، في الحقيقة البايثون بتعمل الحركة يعني غبية شوية بالنسبة للغات البرمجة، يعني ماشي عكس الديفولت بتاع لغات البرمجه. ان احنا المفترض لما بنيجي بنعمل فاريبل جديد المفترض ان احنا بيشوف لو الفاريبل الاصل اللي بره نفس الاسم اللي جوه فهو بيشتغل على نفس الاصل اللي بره، لكن هو ما بيعملش كده. هو اللي ما بي... اللي بيحصل مش ده خالص. اللي بيحصل عندنا ان احنا بنعمل اكننا عملنا فاريبل جديد اسمه انكريز ملوش علاقه بالفاريبل الخارجي اللي اسمه انكريز اللي هو الداخلي. فهمت حاجة؟ يعني هو دلوقتي عمل الانجليزي اللي هي داخل الفانكشن دي مختلفة بقى يعني از فاريبل مختلف تماما عن الفانكشن اللي هي عن الفاريبل اللي هو الاوتسايد او الجنرال او الجلوبال اللي موجود خارج الـ خارج الايه الفانكشن بتاعتي. فاهمين الفكرة دي ولا مش عارفينها؟
اه فاهمني يا دكتور، اللي هو نستخدم جلوبال او ان هو اه جلوبال، هي جلوبال. بنكتب بس كلمة جلوبال فين؟ قبل الايه؟ اه نكتب جلوبال كده وجنبيها ايه؟ امس، بحيث ان احنا نبقى مشيرين نقصد ان احنا بنتكلم على الانجليز العام، مش بنتكلم على انجليز جديد. فاكر هو بس حط دي في جلوبال نيم سبيس ودي في نيم سبيس تانية، نعم؟ حط دي في نيم سبيس وحط اللوكال في نيم سبيس تانية، بقوا الاتنين غير بعض. مش نيم سبيس ولا حاجه، هو بس ان دي لوكال فاريبل، فهو عمل كرييت للوكال فاريبل جديد ملوش علاقه بالجنرال فاريبل او البابليك فاريبل اللي فوق اللي بره، وخلصنا. فبقى ده في سكوب وده في سكوب تاني. احنا دايما كل شويه شغال على الانجليزي اللي بره، وبالتالي هو شايف السكوب الايه؟ السكوب الاعلى، ومش شايف دايما السكوب الاصغر. السكوب الاصغر ده ما بيتشافش غير انسايد الفانكشن بتاعتك. انسايد الفانكشن انت بتشوف الايه؟ السكوب بتاع الامس ده. طب انا مش عايز كده، انا عايز اشتغل على العام ده، ده اللي اتغير. وبالتالي لازم اقول جلوبال امس عشان يعرف ان انا عايز اشتغل على نفس الامس العام. فكده يبقى ده ما بقاش لوكال، بقى بيسمع في نفس الايه؟ السكوب العام اللي موجود عندي. لو جينا جربنا غيرنا السكوب وهعيد تاني، قلت له اولا انا لو جربت خمسه هيشتغل على بوست جريز اللي هي احمد تيستر 15، قلت له ماشي انا عايز بقى اشتغل على الجديده اللي هي سبعه. هتشتغل ايه؟ قلت له عايز اشتغل على الماي سيكوال الهوست نيم لوكال هوست الداتابيز نيم باي دي بي اليوزر نيم روت باسورد مفيش. قال لي ماشي، هو كان المفروض كنت اطلع رساله ولا حاجه، لكن تعال نجرب فايند هول رقم خمسه. لاحظوا جاب لي بيانات اللي من ماي سيكوال داتابيز انجن بقى ماي سيكوال، وجاب لي محمد حسن، وجاب لي عبد الجادر، وجاب لي طه مهدي. قلت له طب انا عايز ارجع تاني للبوست جري اعمل حاجه هناك، صح كده ولا ايه؟ هو جاي اللي هو انا عايز اتشنج السيرفر سبيسيفيكيشن تاني. قال لي ايه بوست جري؟ قلت له بوست جري. قال لي السيرفر ايه؟ قلت له لوكال الداتا بيز تسمع باي دي بي 1 تقريبا على ما نتذكر، مش متذكرين، نرجع نتاكد. الداتا بيز عندنا كان اسمها باي دي بي 1 صح؟ قلت له اسمها باي دي بي 1. اليوزر نيم اسمه باي يوزر، اليوزر نيم، والباسورد قلت له باي يوزر برضه. تعالوا كده. قال لي ماشي وسام. قلت له طب فايند ليست كده، هات لي الليستة اللي رقم 5. قال لي اكسس دينايد اليوزر ده. انت مش محدد له باسورد؟ قلت له لا انا حددت له باسورد صح. ماشي. هو تلاحظوا حاجه كمان، هو عمل غلطه ان هو راح يكونكت على ماي سيكوال، راح يكونكت على ماي سيكوال، ما راحش يكونكت على البوست جري، ما عملش سويتشنج على البوست جري. ولذلك لما جه ضرب قال لي اليوزر ده في حاجه، في مشكله. في مشكله ايه؟ احنا اصلا مش مفترض نكون بالكونكت دلوقتي على الماي سيكوال، يعني في حاجه حصلت غلط في هنا. ما احنا كنا دخلنا له اثنين ولا كنا دخلنا له واحد؟ انا مش فاكر. هرجع للداتا بتاعتنا احنا اشتغلناها، هو كان شغال هنا على ماي سيكوال ولا ماشي؟ يعني هو حول نفسه ماي سيكوال، بس احنا كلنا بنحول نفسنا ماي سيكوال. احنا اخر حاجه مدخلينها واحد بوست جرين، فكان مفترض واحد. يبقى احنا عاملين هنا في الشرط الكونديشن في حاجه غلط، يعني لو كان واحد برضه دي بي انجن مش شغال يا دكتور. نعم دي بي انجن مش شغال، عمل لوكال برضه. لا هو، لا هو صح، بس احنا قايلين له هنا ايه؟ احنا اخذنا واحد بوست جرين ماشي، ولذلك قلت له لو هو واحد يبقى الداتا بيز انجن بتاعتنا هي بوست جرين، او عملها لوكال فاريبل. لاحظ بص، ما هو قلت عليها اللوكال ده برضه هشتغل عليه لوكال فاريبل، مش هشتغل على الدي بي انجن اللي فوق. تتمنى هو برضه اعتمد ان هو خلاص انا قلت له جلوبال على دي بي انجن، عشان يبقى كلهم دي بي انجن واحد. هو عمل برضه واحد لوكال داخلي وواحد برضه خارجي، نفس الغلطه
اللي فاتت بالظبط. وليكن خلينا قال لي برضو انا مش معتبره جلوبال، يعني مش معتبر الدي بي انجن هي انبتس كده. انا ممكن نقول كده انا بس الدي بي انجن كده عن تعالى معايا نحطها فوق. نعم انبس ستا سيكوال السمع انبس ستا سيكوال قصور داخل دي بي انجن. صح احنا هنا مثبتنا ايه كنا بنجرب، احنا المفروض احنا غيرنا على دي بي انجن، احنا نبعت الدي بي انجن اي كان بقى مش دي برضه غلطه ثانيه غير الاول. هو لوكال فعلا هو جوه الدف مش هنعمله لوكال. غلطه ثانيه بقى غلطه ثانيه لكن احنا غير يعني اقصد دي غلطه ودي غلطه. تمام انا عملت ايه؟ انا هنا اهو ادي طبعا اشتغلت عملت فوق الامس وعملت فوق الدي بي انجن وظبطت انا بشتغل على الاصل. وجيت هنا تمام احنا كنا مثبتين هنا ان احنا شغالين على ماي سيكوال. احنا غلط، احنا طبعا بنبعت الدي بي انجن احنا مظبطين يا اما بتشيل مره بوستجري يا اما بتشيل مره ماي سيكوال. وبعتنا داتابيز انجن احنا كنا باعتين ماي سيكوال، لا نبعت بقى داتابيز انجن احنا بقى لو على حسب بقى احنا سويتش. قلت له معلش نجرب، لو جينا عملنا سبعه مش هنعمل سبعه، احنا هنعمل اول ليست. قال لي تمام هو شغال على ايه؟ قال لي دلوقتي انا شغال على بوستجري. قلت له تمام، وقبل ما الداتابيز اللي هي بوستجري قلت له كويس جدا انا عايز اعمل سبعه عشان اتشينج السبيسيفيكيشن واحد ولا اثنين. قلت له اثنين لوكال هوست داتابيس انجن. قلت له باي جديد اسم الداتابيس الموجود على ماي سيكوال يوزر نيم كان هناك روت الباسورد ما كانش يبقى فيه باسورد. قلت له المفروض اعمل لي تشينج للسيرفر تمشي معاه يجيب لي بيانات خمسه. قام قال لي الموجود عندك الاسكو سيرفر محمد حسن وعبد الجابر وطه مات. قلت له حلو دلوقتي كنا ماشيين صح. تعالى معايا لما نيجي نعمل تشينج تاني للسيرفر لو عايز اشتغل ارجع تاني بوست جري تاني الهوست واللوكال هوست الداتابيز هناك كان اسمها باي دي بي 1 اليوزر نيم كان اسمه باي يوزر الباسورد كان اسمه باي باي يوزر برضه اللي ماشي بس لسه ما شفناش هو بيعمل سويتشنج ولا لا. تقوم نعرف بس الليست تاني خمسه اما عمل سويتش فعلا داتابيز انجن بقى بوست جري وبقى احمد وتستر بس اللي هيبقوا. قلت له بس عشان اتاكد 100% بس اخر حاجه اعملها ولما خلاص كده احنا اتاكدنا من كل حاجه ان شاء الله هقول له انا عايز اعمل عليه واحد على بوست جري. طبعا لو عايز اضيف لي الموظف رقم اثنين اسمه مثلا اسلام الجوب خليه بروجكت مانجر معلش خلاص قال لي الضغط. قلت له ماشي يعني اعمل لي الليسته كلها هات لي خمسه فهلاقي عبد هلاقي احمد وهلاقي كمان اسلام بهاء الضغط. اسويتش مره اخيره على الماي سيكوال لوك بوست كلها من غير ما اقفل البرنامج وافتح واغير في الكود ولا اي حاجه خالص انا شغال كله هو في الاوبشنز واختياراته شغال على ماي سيكوال. قلت له باي دي بي يوزر نيم مش فاكر اليوزر كان هنا خليوت مش في باسورد خلاص عمل تشينج. قلت له طب دور لي كده جايب لي خمسه اعرض لي بياناتهم. قال لي ما عندكش غير محمد حسن وعبد الجابر وطه مهدي. قلت له ماشي عايزين نضيف واحد الارقام كانت ماشيه هنا واحد 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 انا واحد 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 اربعه هو اسلام جوب بروجكت مانجر الضغط قلت له طب اعرض لي الليسته خمسه فنلاحظ ان بقى عندي محمد حسن عندي عبد القادر عندي طه عندي سلمان يعني كمان بقى لما نقدر نسويتش ما بين اكتر من داتابيز باختيارات وبنشتغل وبنقلب ما بين انجن وانجن والدنيا عندنا حكايه احنا هنتنقل مع اي ما بين اي داتابيز ريليشنال ما فيهاش مشكله ان شاء الله. بس باكد اللي عملناه خلاصه عشان بس ما شرحت بسرعه عشان كان الوقت كان للاسف كان عدانا. عملنا بس دي كده طبعا نادينا على الريليشنال عملنا دي كده وقلنا ان في حاجه فانكشن اسمها سمبل سبيسيفيكيشن تشتغل على الجلوبال تاخد الداتابيز انجن والهوست واليوزر نيم والباسورد والداتابيز نيم وتظبط نفس الداتابيز انجن
وبتعمل اوبجكت الامبس على حسب الداتا اللي دخلها اليوزر. وبقى اوبشن وبقى اوبشن من ضمن الاختيارات عشان يقدر يخش له. زودناه خلينا رقم 7، ولما بيختاروا زودناه برضو الفانكشن بتاعت السليكشن، ان هو لما بيختاروا هنادي على الفانكشن بتاعته وهو بيسويتش بقى ويقلب على نوع الداتابيز اللي انت عايزها ويجيب لك داتا من الحته اللي انت عايزها. طبعا انا مثبت كمان اسم الامبلويز، لكن ده ممكن يتغير، ممكن يتم يتغير بس هتبقى دايناميك قوي، بس ده ممكن يحصل. بس ساعتها هضطر اتغير الاكزامبل 88، لكن ممكن نظبط الريليشن داتابيز بدل الامبلويز بس تشتغل على اي داتابيز، بس هتبقى يعني مور دايناميك، وهنضطر نظبط في حاجات كتير هنا عشان نقدر نظبط الجمل دي. لكن يعني ايا كان ده مش مشكله، بقى عندنا نعمل نفس الفكره على اي حاجه ما عندناش مشكله خالص. هل في اسئله يا شباب؟ لا تمام يا دكتور. شفتوا الدنيا سهله ولا صعبه؟ سهل المفروض، يعني بس مجرد انك انت خلاص يعني اشتغل بايدك في واحده واحكمها صح، هتعرف تنقل نفسك بسهوله جدا على اي داتابيز ثانيه من نوع الريليشنال. وان شاء الله هنتناول باذن الله فيما بعد انواع ثانيه غير الريليشنال داتابيز. احنا تناولنا فعلا فاير بيز دي نوع غير الريليشنال داتابيز، وهنتناول نوع ثاني ان شاء الله على لوريا تي في باذن الرحمن. اشكركم، معلش ان انا اخرتكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.